الشوارع تعبانة حيل، والمي بالنسبة لله الحمد لله رب العالمين حيل زين، الكهرباء يعني راضين مثل ما يقول، الكهرباء جاء تشتغل ويلبون أي طلبات إنه، بس عندك بالنسبة عندنا المعضلة الأساسية واللي ماذيتني واللي إبادة جماعية جاي يسوي سم قاطع اللي هو مكب النفايات خلف مدينة ألعاب الشاطئ، داعنا ما خلى لا مدير بيئة لا قائم مقام لا مدير بلدية لا هذا ولا القبل ولا القبل، هو هذا نفسه مدير بلدية كان قديم قبل 7 سنوات يمكن هو مدير، وآخر شيء ها حولناها عنكم، ها هو هذا مكب نفايات محطة وسطية على أساس يفرغون بيها الحد الخميس ويشيلونه على الطمر. بصراحة الخدمات اكو نقص خدمات. نقص خدمات يعني هو المواطن العراقي بدأ يرضى بأبسط الحقوق، يرضى إذا كان شارع مبلط نظيف أو توسعة شبكة الكهرباء أو شبكة المجاري، البعض الخدمات الأخرى الخفيفة، ولكن هذه كلها أيسنا منها فبدينا ما نطالب بها. المطلب الوحيد نريد مكب النفايات بالحي العسكري اللي هو قريب على السدة وقريب على الحي العسكري، يعني بدأ مشكلة أكبر عندنا معضلة، يعني كل يومين أو ثلاثة يتم حرق هذا المكب، يعني من الدخان، تلوث الهواء، يعني معضلة مشكلة، يعني نطالب المحافظ حصرا، نطالب بأن رفع هذا المكب إلى مكان أبعد، وما شاء الله قضاء الشرقات قضاء واسع، يعني معقولة ما يقدرون يدبرون مكان 500 متر مربع أو 200 متر مربع قطعة أرض تصير مكب للنفايات، يعني ملينا من هذا الأمر والله. طبعا الخدمة الشرقاء الصفر، الحي العسكري هذا منتهي من المنسيين، يعني طسات بش تشفتوا أنتوا يعني ما ينمشي بيه خلاص، وعندنا أسعى الضرورية الهاي النفايات، فإحنا نطالب من السيد المحافظ فيهتمنا بهذا الموضوع، ونطالب السيد القيم مقام وأي جهة مسؤولة نطالب بها أنه يقفونا بصب النفايات حتى يغيروننا هذا المكان. كل خدمات ماكو، كله ما موجود، شوارع كلها مكسرة، يعني تصور أنت هسه بالصيف ما تقدر تمشي السيارة بالشارع خلاص، يعني كيف جاك باش الشتاء شو راح نمشي؟ يعني ولادنا ما يروحوا مدرسه خلاص، ماكو مدارس، يقولون بالبيت كله شوارع فيضه. هاي وحده، ثاني شيء بس دار لي غادي على الكاميرا ولحق لي غادي المحوله من جبل حامدين، الحي العسكري كله على محوله وحده، وكل ما تطق تطول ثلاث اربع ايام، يعني تصور فد مره تعبان الخدمات، فد مره حي العسكري تعبان الخدمات فيه. اطالب الخدمات يا اخوي، المحافظ حصرا بكي خل الخدمات هذه شوي من تشارة، شفنا خدمات نفايات، هذا الشوارع، هذا الماي، هاي المزابل، الشوارع يعني سووا الشباب حاملة عليها وسووها، البلدية اذا ما بكون ما تطلع، والله يطلعون عليها ولد السكنية سووا حملات، يعني يوميات يلمون لهم من الرواتب، اي الموظفين التصنيع يلمون لأهل البلدية، اي مو موظفين اهليين مو دائمين، والله طالب المحافظ يريد المتراكمات مال التربية، احنا حالتنا ضعيفة روح شوفها بالسكنية.